بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وأشواقي ومن أعماق أعماقي أذكركم بأن الدين في وجداننا باغي، وإن الدين لا يحتاج تلديسا ونفاغي، مساكنه بواطننا تزيننا وتبعث في نفوس الناس إشراغي. فيا عجبي على زمن يحطم في أمانينا وينسر باغة الأحزان في أرجاء وادينا. كيف أحوالكم؟ علكم طيبين، علكم زينين، متى تدري بأني عاشق منسي، وإني قد دخلت حصونك الرحباء في أمسي، ولم أحفل بلغياك وكان الحزن في نفسي. مرحب بوليد، مرحب بأحمد جماع، مرحب بحسين عثمان ودعامر، مرحب بمحمد، مرحب بالكنداكة أصيلة، مرحب ببدر، مرحب بمحمد أحمد فريد، مرحب بمحمد، مرحب بمحمد البكر، مرحب بمحمد الريح. حبابكم عشرة من غير كشرة، والف سلام. شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير، نتمنى انه صوتنا يكون واضح. زكريا جمعة حبابك، ياسر حبابك، الكنداكة نشوى حبابي، يودي حباب، عاطف حباب، مكي حباب، نصر الدين ولد الغريب حباب، جبارة كيف احوالكم؟ علكم طيبين. يا ريتني لو بعرف اغني على الوتر واعزف على جوف الزمن، أهات مطر وأحرق كلامك بالخواطر والسهر. يا ريتني لو فنان يشس في لوحتك، أعطيك أبعادك جديدة تخلدك، أرسم على الصورة العواطف والحنان، ريشة مشعر تمجدك، لكني عارف للعواطف للحنان ما بترسم، أنا برضو بتحضى القلم، ومساحة الزمن العنيد لو تنعدم، وهات من الماضي البعيد لو تندفن، تبقى المساحة حقيقة في هم في فراغ، تبقى رموزك في الحياة زحمة خواطر في ضياع. غنيني في كل الزهور، وعزفني في كل الطبول، وارغز على حلم المرافق والغصور، دي الدنيا آلام بتدور، أنا برضو خليني في هواك زمن الهطول، أنا بيكي ودعت الغنى، بفرج بساط الحب منى. يا ريتني لو بعرف أغني وأقول أنا، يا ريتني لو بعرف أغني وأقول أنا. أحوالكم محمد حبابك، عثمان حامد حبابك، محمد عزيز حبابك، كيف أحوالكم؟ مرحب بالكنداكة حبابكم، حباب حبابكم عشرة من غير كشرة، كيف أحوالكم؟ طبعا غياب يومين والوضع زي ما هو، طبعا الوضع بالعكس ازداد سوء، حاجة مغزية، حاجة مغجلة يعني. بعدين انت شفتوا الحاجة الحاصلة يعني، ما في زول ما عارفة يعني، حاجة كده يعني بتوضح لك انه في مشكلة كبيرة جدا يعني. هو الكلام الزمان نحن بنقول فيه بدعات بحذافير، وما دارين نتكلم عن الكلام اللي بنقول فيه، الكلام بتاع السلام سمح، وين السلام سمح؟ وين حسي برنامج السلام سمح؟ السلام سمح وين؟ مرحب بعاصم، مرحب بأبو إسراء، في ناس يا جماعنا دايما، مرحب بالكنداكة أماني، مرحب بلسة فرعون الكوشي، مرحب بفارس، مرحب بلندا، مرحب ب كل المجموعة الزاخرة، الناس الفاهمة، الناس العارفة إنها هي دايرة شنو. وطبعا أفضل حاجة في الثورة دي إنك تكون عارف إنك أنت دايرة شنو، ما هي دي المشكلة ذاتها. ما الناس لغاية حسي ما عارفة دايرة شنو، عارفة إن الوضع سيء لكن ما عارفة، لكن بتبقى مشكلتنا في يعني بنرجع لمشكلتنا بتاعت محمد حمدان دقل، الدعم السريع وسرعة الدعم السريع. يا جماعة طبعا الناس بتتاقيني دايما في الفيديوهات بتاعت اخواننا اولاد الغريب، هم ذاتهم طبعا شانين هجمه، لانه بعد ده دخلوا في الفجه الضيقه، عرفوا انه السلام الجاي ده السلام مخيف، هم ذاتهم اكثر ناس حيتضرروا منه اخواننا ناس الغريب، واكتشفوا انه محمد حمدان دقل والمجموعه بتاعت الدعم السريع دي هي شغاله بعنصريه بغيضه، يعني اختياراتها دائما اختيارات بتاعت عنصريه بغيضه. يا جماعه محمد حمدان دقل ده حتى اختيارات في الادارات الاهليه كان بيفتش في مجموعه معينه وفي فئه معينه، اصلا ما اختار العنصر الزنجي، هو بطبعته هو واخوه. الكلام ده قاله احمد الضي لو انتم بتتذكروا، يا جماعه شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. انا ده اقول كلام مهم يعني، بفتكر انه بعد ده خلاص الناس بعد ده حق في كلام مهم، بعد ده في حلول مهمه، اذا الناس ما قامت لا الوضع حيكون أسوأ. نحن ما قبل كده كلمناكم الخطوه دي، نحن وقت قلناها حسي تمت قريب ليه، مما هم مشوا السلام، مما سافر كل الوفد للسلام، ومما شفنا الناس الماشين يمثلوا السلام، حددنا لكم بأن السلام ده فاشل، والسلام ده حيودي البلد دي في داهية، والسلام ده حيضيع البلد دي. محمد حمدان ده قالوا ده أو حميتي ده رجل جاهل للأسف الشديد لنفسه قبل للناس التانيين، لكن هو في النهاية عنده حواضن شغالة له، حواضن شغالة له، ده الكلام الخطير يا جماعة.
الزول ده حاسس شغال شغل شديد جدا في الادارات الاهليه، الناس متابعه الادارات الاهليه، ده مشروع خطير جدا ومشروع صعب جدا. الزول ده شغال بنفس النمط الشغال به وكان عمر البشير، بيحاول بقدر الامكان انه يعني استحوذ على الادارات الاهليه دي كلها ويعين لها زي الهواوير زي ناس كثيرين جدا، عائلة العمد والكده، داري يعيد المشروع بتاع الادارات الاهليه. الادارات الاهليه دي يا جماعه نحن دائما قلنا لكم مصدر بتاع احترام وتقدير لنا نحن دي، وعارفين افضالنا السابقه، لكن مشروع انتهى من بدايه الدوله المدنيه، ده مفهوم انا بقوله لك، ده مفهوم كده يعني منهجي، بانه اول ما تيجي الدوله المدنيه ما في حاجه اسمها الادارات الاهليه، الاعباء اللي بتقوم بها الادارات الاهليه بتقوم بها بصوره بتاعت زي ما نحن بنقول رانكر عشان تفهم يعني جربندي، الجربنديه دي بيحكموا براون وبحاولوا يصلحوا براون، دي انتهت، بقى الناس اللي بيجوا ناس مؤسسين، ناس مؤهلين عشان يقدموا لك في منطقتك، في محلتك، في حلتك، في قريتك، في على حسب اللي انت السكن اللي انت ساكنه، فهم عارفين ان خلاص الاداره الاهليه ماشيه للاندثار وماشيين لدوله ثانيه، ده ما بينفع مع الاداره الاهليه، اصلا كلامك ده ما بينفع معاهم. حسي حمايتي بدا بالاداره الاهليه وجات الثوره دي، وشاء الله سبحانه وتعالى انه يلقى ناس من العملاء والارزوقيه يقبلوا كمبدا الشراكه، قبلوه، وحسي الناس الموجودين اللي هم اعلان الحريه والتغيير والخانعين والخاضعين وناس ابراهيم الشيخ والعملاء ديل كلهم جو قبلوه كشريك داخل الدوله. يعني انت بتفتكر انه زول جاته فرصه بانه يكون موجود في هرم الدوله اللي هو ممكن يكون رجل تاني رجل في دولة السودان كلها؟ الكلام ده هو ما قبلانه، مش لأنه هو ما قبلانه، لأنه العملاء هناك ما دارين انه ناس العقالات، ما دارين انه يكون هو الرجل الثاني، دارين انه يكون الرجل الأول ذاته، ده ما فهمه. يعني مما بدأت الإدارة الأهلية وجاء قعد نائب رئيس مجلس سيادة حقه يحترم نفسه، حقه بعد ده يقول يا أخي الشعب السوداني ولا الناس دي تناسلي الماضي وجراحه، يا اخي انا استغيم يا اخي، لكن لا يستغيم الظل والعود اعوج، اصلا ما بيستغيم الظل ده، لانه العود ده اعوج، حيستغيم لك كيف الظل، فدي طبيعتهم. يعني بعد شويه دخل في القضايا الثانيه اللي هو الادارات الاهليه، مشى لما لك المجموعه اللي قلت عليك بتاعت الدجالين صديق ودعه، ودخل من صديق ودعه للهواوير، وبدا يجمع في الادارات الاهليه في السودان كله، على اساس انه بيفتكر انه من حقه انه يحكم السودان، يحكم عن طريق منه؟ عن طريق الادارات الاهليه الناس المغيبين هم ذاتهم، كمفهوم ناس بسطاء مغيبين. لكن كانت عندهم الرساله دي انتهت. الموضوع ده بقى مستمر يا جماعه لغايه الليله ولغايه بكره. حميتي حس حاليا مشى لحاجه ثانيه، ودي الحاجه السيئه لاي زول بخش الناس، لو تعمقت في كلام اخواننا ناس الغريب دي، لانه هم اقرب له وهم اعرف له. تخيل انه هسه حاليا بدا يجف منه، بدا اولا يرفع في الوتيره بتاعت العنصريه عشان الناس ما تتكلم، عشان ما تقول ده تشادي، لا تشادي كويس، بدا يرفع في الرفع بتاع الوتيره بتاعت العنصريه دي ليه؟ عشان تسكت ناس كتار جدا من انه يتكلموا في الناس اللي بيجوا داخلين البلد الليله البلد دي بيجوا يدخلوها كميه رهيبه من التشاديين، من الغوات التشاديه، من المعارضه التشاديه، الناس دي شغالين بيرفعوا لك في الوتيره بتاعت العنصريه بهنا، وبقووا نفسهم بالوتيره بتاعت العروبيه، وده كله باسم التهميش، يعني عشان يوريك انه في النهايه هم عندهم ذريعه بيستعملوها، نحن مهمشين، نحن مضطهدين عشان انت ما تتكلم، عشان الناس اللي بيجيبوا لك تتقبلهم بكل هناتهم بسلاحهم بعتادهم بجيوشهم الجراره تتقبلهم، عشان ما تقول دي عنصريه، لو تكلمت انت زول عنصري، دارين يسوقوك للمرحله دي عشان يقوموا يدخلوا لك حس الحاجه الجبهه الثالثه بتاعت التمازج الجديده، دي طبعا حق الناس تعريفها، في حاجه اسمها الجبهه الثالثه تمازج، جبهه ثالثه تمازج، دي كانوا ماسكينها هي تابعه. طيب الجبهه الثالثه دي يا جماعه شنو؟ اتضحت ان الجبهه الثالثه دي كانت اسمها جبهه احرار تشاد. جبهه احرار تشاد، اسمع الكلام ده. الجبهه الحسي جايبين الناس اللي بيضربوا تلفونات والناس اللي جايين الالوف المؤلفه دي والجيوش الجراره دي، ديل تشاديين. تشاديين قاعدين في تشاد جايبينهم، الكلام ده ما قلته انا. الكلام ده لايفات موجوده من ناس موجودين ممكن اسمعه كلها والناس كلها شافتها، انه الناس ديل تشاديين. ناقلين لك بعد فتره بسيطه جدا حنلقى نحن مستعمرين بالتشاديين ديل اللي هم ناس تشاديين. ده الكلام ده للاسف الشديد انا ما قلته، قالوا ناس ذاتهم وشهد شاهد من اهلها، اولاد ذاتهم،
اولاده شغالين لايفات بانه الوضع في السودان حيمشي خطر، والناس دي سايقين البلد لوين؟ سايقين البلد دي لصدام بتاع ميليشيات داخل الخرطوم. ودار تتاكد من الكلام ده قبل 3 يوم بس، حصل صدام في الخرطوم دي، ما حصل صدام قبل 3 يوم واتقبضوا فيه، 16 نفر، وال 16 نفر في النهايه تخيل انه قابضينهم بسلاح ورصاص وذخيره داخل العاصمه القوميه، ما شفتوا لهم بلاغات بتاع 93 انتحال شخصية، الكلام ده موجود. امشي خش الجزيرة عديل، قناة الجزيرة عديل بتقراه عديل كده، فتحوا لهم مادة اسمها انتحال شخصية، زول لابس زي عسكري، زول شايل سلاح، زول اطلق سلاح وعي لنارية داخل الخرطوم، خلق تغويض لنظام واضطرابات وصراعات، وبعد ده تسوق وتفتح لي بلاغ 93 انتحال شخصية. يا زول ده كلام بيودي البلد دي في داهية، ده بوريك انه الناس ما عندهم اي سلطة. ولسه على جايك عشان تعرف انه نحن ماشيين في الغرق، كويس. قام لما كل الهمباتة والشماشة والمتفلتين اللي كانوا بيشتغلوا معاه الايامات اللي فاتت ديكي، الاضطرابات الظاهرة دي كانت محيرة بالنسبة للناس كلها، لانه الحركات المسلحة في سلام، كانت في سلام كلها، يعني الناس الحلو كانوا منتظرين السلام ده جايين، كان ناس مني أركم الناوي في سلام، ناس دكتور جبريل في سلام. طيب الاضطرابات بخلقها منه؟ ما إذا كانت أصلا الصراع اللي كان موجود في دارفور بين الحركات المسلحة وبين الحكومة وبين الميليشيات، اللي بخلق الاضطرابات في دارفور والمذابح دي بتاعت كولونجو كلها دي منه؟ ما دي المجموعة المتفلتة اللي كانت زميلة وصديقة لواحد اسمه محمد حمدان دقلو، لأنه بدأ يستقطب ناس كلهم وبدأوا ينفذوا له الأجندة اللي هو دايرها. الأجندة دي يا جماعة معادة أنا كلمتك وأنا قبل وقت نزلتها، ما بدافع عن الحكومة، وقت نزلتها ناس الكهرباء وقضية الكهرباء دي أنا جاية بعد، لكن وقت نزلت لك قضية الكهرباء دي بقول لك إنه هم قاعدين فيها ودارين يسقطوها، لأنها ما بتقع غير في يدهم، لأنه الحكومة دي لو سقطت رب كده ما بتقع الا عند برهان وعند حميتي. ما كل ذول بيجيش وما هم عارفين انه في انقلاب بيتم واحد مدني، في انقلاب بيتم صياد بتاع غزلان، ما لازم يتم جيش. فالناس ذول عارفين انه ما في احداث حتحصل، كويس؟ حميتي يعني ما استفاد من التجارب دي كلها، وما استفاد من انه الناس سكتت وعاينت دول التعاين وتتقبلوا كامر واقع، للاسف الشديد. وده نحن كنا بنقول انه ما يتقبل، كنا عارفين، عشان كده نحن كنا نادينا بانه السلام بتاعهم ده ما سمح، يا جماعه السلام ده بيضيع الوطن وبيخلق المرارات، ويا ريته لو بيبنى على كده. هم دايرين يجيبوا كل الميليشيات دي كلها يدخلوها داخل العاصمه القوميه عشان يغمعوا المواطن انه ما يطلع يتكلم، يعني انت وقت تسمع انه في اضطرابات وفي مشاكل وفي موت وفي ناس حايمين متفلتين، حتعمل شنو؟ حتضطر انك انت ما تطلع. دي دايرينها هم ذاتهم، حتضطر انك انت حتغنع في الفتره دي، لانه حيدخلوا لك مشاكل كثيره جدا، نيجروز بهنا وميليشيات قاعده بهنا، والميليشيات دي ممكن يجيبوها تصطدم ببعض، تبقى زي قصه جهاز الامن اللي انتم متذكرينه. انا بديك تواريخ وبديك زمن عشان تعرف اللي حيحصل شنو. اللي حيحصل انه هم النازل اصلا ما حيعملوا حاجه، اصلا ما في حرب عليها حتقوم، لكن حتحصل صراعات ومطاحنات، لانه الموضوع الكيكه بقت كبيره جدا، وكل زول سايق ود عمه ود خاله ود جده. قلت لك شرعنوا للميليشيات بانها عندها حق، عشان كده اي زول حيشيل سلاح، والكلام ده انا قلت له حسي ماشي على 6 شهور، قلت لك الاتفاقيه دي شرعنت للسلاح، دوله بتاعت سلاح، يعني انت الا تكون مخدوع ولا مخدوش. لكن انت لو مشيت للنقطه المهمه انه حسي البلد دي بقت السلاح فيها مشرعا. الزملاء بتاع الحميتي ده الحسي طبعا كلهم هم جايين، ولو انت حضرتوا اللايفات ولو حضرتوا لايفات هم ذات واحد تلقاه يعني كلام ما بيعرف يتكلم، وجاي من البلد البعيده ديكي، وخدت له عميد قبل ما يصل، زيه زي منه، زي الناس العميد حسي احمد قجه وواحد اسمه موسى مفكو ولا موسى ككو، اسماء ما انزل الله بها من سلطان، ده كلهم جايين يستعمروا، جايين بيرتبون. اولا احمد قجة ده كان داخل في صراع مع الحكومه الفاتت دي، وفي النهايه ادوه من الكيك اللي هو مشى اتفاقيه الدوحه ولا قطر واستلم حقه، لكن الشغلانه ما ولعت بعدها، طوالي بيرجع نفس المنطقه ديك وبيلبس نفس اللبس ذاك، ده شغل بالنسبه له، زي الزول الطالع ماشي عنده محل ماشي يغني فيه، بقت له هوايه،
فتخيل انه نازل كلهم رجعوا كل الميليشيات وكل الناس المتفلتين على اساس انه يجمعون اهلهم واولاد عمهم ودخلوا في انه يدخلوا ده سلام بتاعت الشعب. تخيل انه السلام اللي جايبينه ده سلام بتاعت الشعب. والله نحن بنقول لكم عديل ده سلام بتاع تشاد اللي هو المجموعه بتاع تشاد دي جايه تستلم البلد دي. صراعات وجبهه احرار تشاد الليله بقت الجبهه الثالثه، وبهناك برضه في بورسودان مدوره برضه نفس الجبهات. في شنو يا جماعه؟ في شنو؟ في مؤامره، في مؤامره واضحه. انا خطيت لك في صوره كلها قدامك، اللي بيحصل ده كله مؤامره وكله قايمه به الامارات دي، كله قايمه به الامارات دي. داير تتاكد الامارات ده تاريخها، ده تاريخها فينا دائما تعمل كده، الامارات والسعوديه ومصر. طيب كويس، انا داير نمشي نقطه نقطه. ده نسوق في محمد حمدان دقلو. جات الحكومه دي وتكونت المحفظه، الكلام اللي انا هقوله لك ده كلام خطير جدا. تكونت المحفظه الحسي هم بيعملوها دي. المحفظه دي اللي عملوها على اساس انه يكونوا ممولين ناس حمايتي وهشام الصوبات وشركة الجنيد وشركة الفاخر والشركات بتاعت ابراهيم الشيخ على اساس انه يمولوا المحفظة. وحصل شنو؟ انه قاموا قدموا عطاءات، ودي كانت حاجة غريبة جدا انه يقدموا مناغصات. ده كلام غريب، والناس كلها استبشرت بالكلام بتاع العطاءات والمناغصات على اساس انها حتبقى منافسة شريفة في الموضوع بتاع الوغود، في الوارد بتاع الوغود او الوارد بتاع المحروقات كما يحب ان يتحدث اصحاب وزاره الطاقه. الوارد بتاع المحروقات دي، شوف الكلام ده اللي حصل. ده المحفظه دي مهمتها انها شنو؟ انه اول ما يطلبوا منها القروش بتدي وزاره الماليه القروش. يعني وزاره الماليه كانت هبه، وطبعا هبه ضالعه في الموضوع ده، الكلام ده خطير جدا. فقامت طوالي قدموا العطاءات بمنافسة جميلة جدا، قدمت شركات كبيرة جدا نفسها على أساس أنه عندها، هي عندها عروض مميزة بالنسبة للوقود والفيرنس والحاجات المهمة بالنسبة للمواطن. وتحققوا فعلا، الناس اللي قدمت عطاءات جيدة والشركات الكبيرة قبلوها، وطوالي قاموا جابوا 5 باخرات. والقصة دي في ناس بيكونوا عارفينها، وجات رست طوالي في المينة بتاع بورسودان على أساس أنه تكب الوقود. شوف الكلام ده، أنا حوريك الخطوره بتاعته. ما انتهينا من المشاكل بتاعت الاضطرابات في دارفور دي، واتضحت الصوره يعني انه ما في زول غير حميتي. نجي لحميتي تاني في المحفظه، ما هو المحفظه دي ماسكه حميتي. النازل اول ما تم الشغل بتاع الباخرات دي، جات ومدت الشروط، ووزاره الماليه ادت العطاء لشركه ولا شركتين ولا ثلاثه على اساس انه تستجلب الوقود ولا تستورد المحروقات دي، وحصلت الموافقة وجات الباريات ولا جات البواخر دي عشان تعتقوا. ما كانت، عشان أوريك النزل، ما كان عندهم فهم ولا كان عندهم علم ولا كان عندهم معرفة. وده الكلام اللي أنا بقوله لك، إنه ناس ما مؤهلين. طوالي يقوموا الشركة تتصل بمنو؟ تتصل بوزارة الطاقة، وزارة الطاقة تتصل بوزارة المالية، وزارة المالية تتصل بالمحفظة. سلام عليكم. هاي قبل ما تتصل تلقى التلفون مغلق بتاع المحفظة. تقوم تضرب للرجل الثاني في المحفظة، تلفون مغلق. تضرب للرجل الثالث، قفلوا تلفوناتهم كلها. وطبعا بعد وزارة المالية بقت محرجة في الباخرات الواقفة دي، وزارة الطاقة محرجة، والموردين ذاتهم لأنه عليهم شروط $100,000 في اليوم بقوا محرجين. وينتظروا في النهاية الباخرات دي تتحرك بالوقود بتاعها. يقوم تسهر المحفظة على أساس تسهر المحفظة ويلعبوا اللعبة الغزلة ديك على أساس إنه ما أنت الشركات دي موضحة التلفونات بتاعت الجهة والشركة اللي هتشتري منها والطريقة بتاعت الشراء. يقوموا يتصلوا بالشركة مباشرة ويجوا الباخرات دي راجعة تاني، تخيل، ويشتروهم. بيشتريها منو؟ حميتي، شركة الجنيد، هشام صوبات، ناس إبراهيم داود، الناس المحفظة كلهم يشتروها هم بنفسهم. الأموال اللي قبل قالوا يدفعوا لها وزارة المالية ويبيعوها بطريقتهم، يشتروها ويبيعوها. الناس بتاعين الشركة دي وقت دخلوا معاهم في صراعات، قبلوا الجزء الدايرينه والجزء ما دايرينه، وصلوا معاهم لتسويات، جدعوا له قروش، لكن في النهاية بقت الشغلانة حسي الوقود بتاع البلد. الفيو المشاكل ده للأسف الشديد ماسكة المحفظة دي، وهي اللي بتوزعه وبتكسب فيه قدر 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 السعر العالمي مرتين. تخيل انه من الزمن ذاك
الاحتكار بتاع الوغود كله ماسكاه المحفظه دي والمحفظه حميتي وهشام الصوبات والصعاليك والكيزان ماسكينه، يجي يقول لك يا اخي كهربتنا قاطعه. عشان كده لو انتم بتتذكروا، وزير الطاقه قال انا ما عارف السعر بتاع، ما عارف السعر، قالوا لي يا اخي السعر ده بيختلف من السعر الموجود في السوق. قال لهم والله ما عارف، لانه ما قاعد يجيب. يعني المحفظه والوغود بتاع البلد ماسكينه مجموعه من الناس، ممكن يكون فيهم اسامه داوود وشركه الجنيد بتاعت حميتي والفاخر وهشام الصوبات، دين الحس شغالين بيجيبوا وما في زول بيقدر يسالهم ويدخلوا ويبيعوا بالسعر الدايرينه. يبقى في النهايه المشاكل والاضطرابات وكل الصراعات دي خالقه حميتي وخالقه الدعم السريع وخالقه السلام اللي قالوا سمح ده وانتهينا منه. المشاكل الاقتصاديه الركعوا وسجدوا في ابراهيم البدوي وحمدوك ورحمتي، ده النتيجه بتاعتها، بانه خلاص الوضع بقى منتهي. الوضع البلد دي الاقتصاديه ماسكه عسي حمايتي وماسكينها ناس معينين عندهم ايش، عندهم امكانيات كده. حمايتي مشينا معاك نقطه. طيب كويس. يا جماعة القضية بتاع الإمارات، دولة الإمارات أو حكومة الإمارات. يا جماعة حكومة الإمارات دي احنا ما عارفين نسوي شنو. لغاية حسي عندنا أهل وعندنا ناس كثيرين جدا قاعدين في الإمارات وبنحترم المواطن الإماراتي، لكن اللي بتعمل فوق الحكومة الإماراتية في إنها دار تسوق البلد دي لهوية، دار تقسمها على أساس إنه تضمن إنه الشريك ده يكون حقها، ده موضوع خطير جدا، موضوع حق الناس تقيف فيه. يا جماعه المنظومه بتاعت الامارات دي او الحكومه بتاعت الامارات دي الحكومه بتاعت المعلومات بيجيني تليفون. لا في تليفون، جايين يا جماعه. شير عشان شير الصوت ان شاء الله يكون واضح. بعد الصوت ان شاء الله واحد قال لي ابو اسمر، قال لي المحفظه مدوره نفيسه بدون. انا اديك الناس الموجودين في المحفظه كتبوا شنو عشان ما تتهد. يعني انت ذاتك كده متاكد لي انه انا بتخليني احكها معاك، ودي ذاتك كويسه عشان اوري الناس انه الناس اللي كتبت عنه عن المحفظه، وعشان نجي بعدل الامارات عشان يمكن تكون دار توديني من الامارات لموضوع ثاني. ده كتب اسمه الصادق الطاهر. قال شنو؟ قال تابعت مسلسل شيق والذي كتبه الاستاذ عبد المعروف عبد الله بعنوان شفافيه حميتي وحمدوك. الحقيقه لم اكن اصدق ما كتب بحكم صيغته الكبيره. طبعا هو قد جبر الكلام ده. قال لقد وجدت ان كل ما كتبه الاستاذ عبد المعروف عبد الله صحيح، بل ان اهم التفاصيل لم يوردها، ربما شفق على المناضلين واسر الشهداء خاصه مرضى الضغط والقلب. ما دار يوريك كان في موضوع المحفظه دي. قال شنو؟ لقد وجدت ايوه خاصه بعد ان تحققت مما كتب باحثا عن الفصول الاخرى، خاصه انني مثل غيري سمعت وزير النفط يعلن السماح للمحفظه الوزير اللي هو سمع وزير النفط يعني السماح للمحفظه السلع الاستراتيجيه والتي يملكها حميتي وهشام الصوبات وشركائهم ببيع المشتقات النفطيه بالسعر الحر. هل تذكرون قصتها؟ انه تحرر ليه؟ لانه بقعد عند حميتي، ده السعر الحر. تلك البواخر التي رفضوا تمويلها واغلقوا هواتفهم ورفضوا الرد على وزاره الماليه وقاموا بشرائها في غستا تذكرنا بالشاب الذي طلب من جده ان يذهب لكي يخطب له حبيبته، ولحظه ان رات جده الشاب الجميله طلبها لنفسه. زي زول يعني هم وقت جابوا البواخر دي وخدتوها رفضوا انه يشتروها، لكن هم مشوا براهم اشتروها بطريقتهم على اساس انه يبيعوها بطريقتهم، تبقى احتكارية للبترول. ده كتب عنها كلها كلام يعني طويل جدا ما بقدر احكي لك، لكن هي القصه معروفه. ولو انت اجتهدت شويه خش انك تشوفها، خشها باسماء او بناس او بتفاصيلها. يعني المشاكل الاقتصاديه دي ذاتها داخل فيها حميتي ليه هنا؟
هو والجماعه بتاع انه على اساس انه دايرين يهيمنوا على الدوله دي، تفكيرهم كله يهيمنوا على الدوله دي بمفهوم واحد. الزول الواقف معاهم الامارات، الدوله او الحكومه الاماراتيه الغزيره دي، الحكومه الاماراتيه دي يا جماعه يعني 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 تاريخها تاريخ اسود بالنسبه للدول اللي حولها. يعني الامارات دي كده شوف جيرانها، بس الامارات دي عاين لجيران قطر ديل، وعاين لجيران التانيين، شوف اتضررت منهم كيف، عاين عاين لليبيا، وعاين لمصر، وعاين للسودان، وعاين للصومال، وعاين لتونس، وعاين لجيبوتي، وعاين لعمان. دي كلها اتضررت من العمانيين ديل لغايه ما وصلوا مرحله انه دايرين يقلبوها، دايرين يقلبوها يعني تسللوا داخل عمان دي، لما دايرين يقلبوها. وما كده بس، انت قايل حميتي ده واحدة من الصلات بتاعته وروابطه القوية بالإمارات، شنو؟ إنه ما كان داري يهاجم لون قطر دي ذاتها، كان عندهم فكرة إنه يهاجموا قطر دي ذاتها، ودي القوّد علاقات حمايتي بالحكومة الإماراتية، لأنه ماشي معاهم في دمهم. ما هم ما هي دولة يا أخي لها 51 سنة، دولة لها 51 سنة. كويس؟ أول شغل لا اشتغلته الحكومة الإماراتية دي من الاشغال الخارجيه، رغم انه حقيقه يعني محمد بن زايد كان رجل كويس ورجل فاضل وقدم والله يعني تاريخه زاخر نظيف، لكن مما جاء اولاده ديل اصبح الوضع طبعا ماشي للهاويه، وديل ماشيين بمفهوم ماسوني بمفهوم يهودي، لدرجه انه قبل كده الاماراتيين ديل مشوا اشتروا من الفلسطينيين بيوت، يعني اشتروا منهم بيوت لانه هم ما بيعوا للاسرائيليين، بيفتكروا انه الاسرائيليين طبعا ما استعمار، لكن وقت يجيك اماراتي عربي زيك ويدفع عليك قروش كثيره بتدي، فالناس اللي باعوا للاماراتيين، الاماراتيين طوالي قاموا عملوا شنو؟ باعوا لليهود، وكانت عمليه بتاعت غدر بالنسبه للفلسطينيين يعني عميقه جدا جدا، وخلتهم بيكرهوا الاماراتيين والحكومه الاماراتيه لانه هي دائما بتجيب فور الحاجات دي. هسي حاليا الصراع بتاع اليمن ده يا جماعه، الامارات دي ماسكه اولا، خلينا اوريك في المطارات الماسكه والامارات دي عشان اوريك انها بتنهب وبتمص، عشان انت تعرف العدو بتاعك منه، عشان تفهم العدو بتاعك الامارات دي والحكومه الاماراتيه بالضبط كده، عشان تعرف العدو بتاعك. ماسكه مطار عدن، ماسكه سوغطره، ماسكه الريان في المكلا، دي ماسكه الامارات اللي هي المطارات، المواني ماسكه عدن وشبوه والمكلا والمها، دي كلها بتنتفع منها، ماسكها علي عديل باسم الحرب دي، مش الحرب المدورة، الإمارات دي ماسكة المواني دي بتستفيد منها، غير إنها شغالة إنها بتنغب، تخيل عندهم مناجم بتاع ذهب في حضرموت، تخيل الإماراتيين شغالين بنغبوا، مش الناس بتموت، مش المرتزقة بتاع حميتي ديل بيموتوا، هم ما شغالين بالموضوع ده، هم بيستثمروا. يعني ما بهمهم الزول اللي بيموت، هم بيستثمروا وبينهبوا في الثروات بتاعت اليمنيين. دي الدولة السعودية دي شفتها رغم سوء ده، هي في النهاية ماسكة الأراضي بتاعت المهرة دي والمطار بتاع المهرة، ماسكة لها جانب كده، لكن الإماراتين دي دولة خطر والله دولة خطر، وحكومتها أخطر منها، وحكومة للأسف الشديد فاسدة وظالمة وغاتلة وبتفتش دائما في المشاكل. حسي نحن مشاكلنا دي كلها إذا الحكومة الإماراتية دي سقطت، أقسم بالله العظيم حميتي ده ما يعرف يطلع بوين، لانه الداعم بتاعه. يعني انت لو جيت في 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 اي زول بنتكلم عن المصريين ده، انت ما شايف اصلا 200 رادوا لك الحكومه المصريه، 200 هي رادت لك الخير، يعني ما هي دائما بتدخلك في مشاكل وفي صراعات، والبرهان ده رجل غبي زي ورجل معتوه ومجرور من اذانه، دي المشكله. المشكله انه البرهان اللي هو انت ممكن تعول عليه وممكن يزعر بالوطنيه فجاه ينتفض فجاه، ما حيحصل، ده اصلا ما ممكن يحصل للاسف الشديد، لانه البرهان ده ذاته هو ذاته خانع وخاضع. الكلام اللي بيعمل فيه ده دليل على انه هو خايف من الدعم السريع وخايف من الصدام المؤجل ده، عشان كده بقدم في تنازلات لحميتي، لدرجه انه لو لاحظت حميتي ده في التخريج الاخير ده يا اخي، ده كلام بيوريك انه هو جابوا رجال عديل، يعني قال يا اخي الزول ده، او ابدا اول الكلام بتاع حميتي انه يعني الزول ده ضرب له، قال له في شندي، ضرب له قال له يا دوب جيت من شندي، كان بيتهرب منه عديل كده، وهو بقى يطارده حميتي لما يجيبه، لانه هو فعلا هم جابوا، يعني جابوا حميتي، جابوا البرهان ده حميتي ومعه المعتوه الثاني اللي اسمه ابراهيم الشيخ ديل، وديل الحسي، هم يعني بيحتكروا الدوله عديل كده، جزء راسمالي وجزء ميليشيات، والميليشيات حتتفشى داخل العاصمه. الناس دي لو ما وقفت تتك بعد ده وشال السلاح، بعد ما في حل، تشيل سلاحها ولا بيتك. انا دائما بنادي بانه الزول ده نحن سلميين، ثورتنا سلميه.
لكن سميها دي لغايه حد بيتك انت، لغايه حد حيك. والكلام اللي انا داير اشيره بعدين، نحن يوم 6 الجاي ده حقه يكون في تتريس للعاصمه، حقه يكون العاصمه حقه يعني تتقفل اقل حاجه 6 يوم، لغايه من يوم 6 لغايه يوم 11 العاصمه دي والبلد دي كلها تترس. ما خلاص نحن يوم 6 قرب يا جماعه، والناس تشير اللايف ده يا جماعه، البلد دي حتستعمر والله. يعني انت متوقع من شنو من حكومه زي دي يعني؟ يا اخي ده اقصى طموحات، ان اقصى طموحات القروض والودائع والمنح، متوقع منها شنو يا اخي؟ ما هو خلاص بعد ده 6 ابريل لغايه 11 ابريل البلد دي يا اما ان احنا طلعنا بدوله عديل كده ولا ما طلعنا، ولا استلمها الميليشيات والحركات المسلحه والقبائل دي، يا اما تسلمها للقبائل دي ولا نحن ننتفض يوم 6 ابريل لغايه يوم 11 ابريل، نحن نكون يا اما جوا يا اما برا، يا اما ثورتنا نجحت ولا ما نجحت. 6 ابريل يا جماعه، 6 ابريل تترس البلد دي. نحن دارين اول حاجه عاصمه بدون سلاح. انت قال السلاح ده جابوه لشنو؟ انت ما خلاص انت ما جيت سلمته ودار تخش في التراتبيه الامنيه، في زول بيجي داخل بالتراتبيه الامنيه داخل بسلاحه؟ في زول بيخش بتراتبيه امنيه بيدخل بسلاحه؟ ما الوضع بقى واضح بالنسبه لك، الشغل ده استعمار يا زول. البلد دي اصبحت مستعمره من قبل التشاديين عديل يعني. انت كنت خايف من الاماراتيين من المصريين، حس يوك التشاديين بعتاد وبسلاح وبرطانة وبلغة على اساس انهم استعمروه. ودي بعد همة تاريخية تكن او لا تكن، يا اما السودان ده يعيش سودان حر موحد، ولا نسلم البلد دي، نسلم الراية دي ويسلموها لحمايتي وللدعم السريع، والناس تبقى مالقة وكل زول يطلع اهله. ما في حل والله، والله ما في حل. الناس دي خلاص، الناس دي تمددوا. الكلام ده انا قلت لك والناس ما سمعتني، والناس دخلت معي في مشاكل وفي صراعات. الناس دي بدوا كل يوم بيحولوا الاف من التشاديين، بدوا يتدفقوا داخل العاصمه القوميه. ما عنصريه، تحيه للشعب التشادي والله، والله ما عندنا معه اي مشكله. هي ذات اسمها شنو؟ هي تشادي اسمها شنو؟ السودان الفرنسي. هي ذات سودانيه، هي تشاد ذات سودانيه. والتحيه للشعب التشادي والتحيه لكل شعوب الارض. لكن الوضع ده بقى استهداف عديل وبقى استعمار عديل، والوضعيه دي بقت وضعيه عنصريه. والكلام اللي بيقوله عبد الرحيم دقلو بعد ده، لو انت قعدت تاخده بانه هو بيضحك وبيتكلم زي ده بتكون بتضحك في نفسك. انا وريتك قبل كده الناس دي قاعدين يستعمروا البلد دي عديل كده. البلد دي الناس دي لو كانوا ناجحين من الاول بينجحوا. الناس دي سايقين البلد دي لاستعباد والاستعمار والاستعباد للخلق ده كله. يا جماعه اي حاجه سوتها الحكومه دي مدنيه عسكريه كانت اسوا من سابقاتها، اسوا من سابقاتها. انا حسي بوريك بانه البلد دي كلها ماسكه الوقود بتاعت خيل حميتي، البلد دي كلها ماسكه القروض والمنح بتاعتها حميتي، البلد دي بدا يتمدد فيها وبدا يسكن فيها الناس، كل يوم بيسكنوا فيهم في المناطق الطرفيه، كان في مدرمان ولا في الخرطوم ولا في بحري ولا في نياله ولا في ود ازرق ولا كده، الناس دي بداوا يتمددوا. والوضع ده لو استمر كده البلد دي حتضيع. البلد دي حتضيع. نحن ما بنتكلم معك بعنصريه، نحن بنتكلم معك بثوره. الثوره دي جاءت عشان تغير الوضع ده وتخيط السودان ده من جديد وتبنيه من جديد. مش تبني لنا بالميليشيات، مش تبني بالدعم السريع، مش تبني بالغدر، مش تبني بالاغتصاب. البلد دي اي محل تهبيشه بقت موت، اي محل تهبيشه بقت موت. دارين يوصلوك لنفس المرحله بتاعت انك انت تخنع وتخضع. الكلام اللي كانوا بيقولوا مدنيه ولا عسكريه، شفت الكلام ده ذاته؟ دارين يجيبوا لك بطريقه ثانيه عشان تجي تؤمن به. يا جماعه حسي الناس اللي بتموت، حسي قبل يومين الناس اللي متابعه بتاع الجزيره ده، ما هو ده دكتور يعني، ما عنده فرق من الشهيد عبد العزيز الماده، ما حسي عندهم في ود مدني تظاهرات وطالبين بالقصاص في القتله بتاعين الدكتور صلاح الامين، دكتور برضه قتلوه. قتلوه عشان شنو؟ عشان موبايله وعشان قروشه، دارين ينهبوا موبايله وقروشه، وفعلا قتلوه زيه زي بتاع الطرمبه وزيه زي عبد العزيز، كلهم شهداء. كل يوم حننزف، كل يوم حننزف، اذا ما نحن وقفنا وقفه جاده مع نفسنا وحسينا بانه الوضع ده فعلا وضع خطير على الوطن، وضع خطير على المواطن السوداني. عشان نطلع من النقطه دي لازم كلنا نتوحد، ولازم العاصمه دي بعد هي تبقى ثوره حقيقيه، لانه دائما منطقه الغرار هي العاصمه، مش حبا للعاصمه. عشان تبقى في فعلا منطقه بتاعت غرار، حقه تطلع منها الميليشيات دي كلها، وحقه تتطوق بعد ده تطويق تتريس فوق تحت.
يا إما إنكم تحافظوا على بلدكم وتحافظوا على أخوانكم وتحافظوا على أخواتكم وتحافظوا على حرائركم، يا إما تفكوا البلد دي وتطلعوا، يا حيتم الاغتصاب جهارا نهارا. الكلام ده قلنا لنا 5 سنين، والله 5 سنين أنا بقول فيه، و5 سنين ماشي بنفس التفاصيل بتاعته. بلد دي حتلتهب وحتولع، كان قبلت ولا رفضت ولا أبيت. ده الناس ده عقليتهم، الناس الجابون ده عقليتهم اليوم دي الموجودة دي عقلية بتاعت سحل وقتل. انت شفتوا الناس حليمه يا اخي، جايبين لك حليمه، نسوان شايلين بنادق، بعد شوي البلد دي كلها حتتبني بنادق، ما عندك. فاما حياه تسر الصديق واما مرات يغيظ الحدى، ما عندكم حل. اذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تموت جبانا. يا جماعه الثوره دي لازم تستمر بنفس كيفيتها، والثوار دي لازم بعدين يجفوا تيك. والله انا بديك بنذرك وبحذرك، بنذرك لانه النازل دي طبيعته ما حتتغير. المشاكل اللي حصلت قبل يومين في الخرطوم حتحصل كل يوم، الرصاص ده حتسمعه كل يوم، ما في حل. استغفر الله العظيم. الناس حسي انت حسي ما دار تعرف حسي قبيل انت يا اخي، وصلت مرحله عشان اوريك انه البلد دي بقت فيها متفلتين. يا جماعه احنا عندنا الحراميه وعندنا الغتل وعندنا كل المجرمين، ومن الازل يعني السودان لما دوله فيها كل شيء كويس. اذا انت داير تعرف حسي الجبال اللي قاموا هاجموا الامريكي ومعاه الفرنسيه دي ونهبوا قروشهم، هل بتفتكر انه ده ناسنا؟ ما ناسنا، لانه نحن دائما ممكن نعمل اي شيء، لكن دائما الغريب ده ما قاعدين نزاله، ودي صفه فينا. يعني انت لو داير تعرف انه الزول ده سوداني ولا ما سوداني، حتى الحرامي بتاعهم مختلف من الحراميه التانيين. يعني نحن ما عندنا الحراميه اللي كانوا بينهبوا وبيكسروا ناس بتاع الموتر المشهور ده، وبيدوا الناس المساكين، ما عندنا زول بيعتدي على النسوان وينهب منها ونحقهم. ما ده دليل على انه هم ديل ما نسيتهم السودانيه يعني. ولو بعد شويه لو جابون حيكونوا برضه من الدعامه ولا من الغتله ديل. دي ما ده ما خلاص، دي ما تفلتات، ده مشروع مشرعا من الدوله، مشرعا من قياده الدوله. يعني انت بتتوقع انه البلد دي تتقدم كيف اذا كان موجود البرهان؟ يعني زول قاتل، اول زول قاعد في الدوله بتاعتك دي زول قاتل، وما ما قاتل لانه انا قلت قاتل، لانه العالم اجمع على انه قاتل. البرهان ده ما انا اللي قلته، حميتي ده ما انا اللي قلته، ياسر العطا ده ما انا اللي قلته براي. يعني العالم كله اجمع بانه الشخصيات دي قاتله كويس، الشخصيات الموجوده دي قاتله للشعب السوداني، مغتصبه لحق الشعب السوداني. فهل بتفتكر انه بوجود الشخصيات دي ممكن ينصلح البلد؟ تبقى انت زول مغيب ساي والله، زول انا ما عارف اقول لك شنو. يعني انا بضحك فيك في انه ما ممكن يكون زول يعني واحد من ارباب الجرائم القتل الساحلين الشعب السوداني المغتصبين يجي يتغير، يعني يغير لك الدوله دي وحزب الوطنيه بتاعته. يبقى انت زول مغيب ساي، ده ما بيتغير. يعني هو زول وصل قتل الروح دي، وما قتل روح واحده ولا روحين ولا ثلاثه، قتل ارواح يعني، وما قتل بشكل طبيعي. يعني الكلام ده ما ادوا المصريين ديل ذاته اللي هو بقيت ده، وانا قلت لك بحريقه بقيت ليه ادوا له برهان وادوا له حميتي. وحميتي طبعا ما محتاج يعني انك انت تقول له اعمل الكلام ده، بس تقول له نفذ. هو اصلا بينفذ بالطريقه السيئه دي، دائما اخراج، وهو فيه الابادات وفيه الاغتصاب وفيه تمزيق الجثث وتمزيق الحرائر وتمزيق الثوره، يعني ما محتاجه. فالبرهان الزول الشال الخطه من المصريين وجنفذها كرابعه العدويه، والصراعات والاضطرابات اللي بتحصل دي بتوريك انه هم دارين يسقطوا الجانب المدني ويستلموها براون، شعروا بانه خلاص هم دارين يستلموا الجانب الحكومه كلها، لانه الجانب المدني بدا يتغزى اصلا، والجانب المدني ظهرت نياته السيئه، ظهرت فساده، ظهرت موبغات، وظهرت جرائمه. يا جماعه اللجنه بتاع ازاله التمكين دي واحده من الـ من الـ من, الـ من الهنات الموجوده، لانها قلنا لكم لانها واحد انتقائيه. ثانيا انا اديكم الحاجه الغريبه جدا. وكيل النيابه اسمه، او وكيله نيابه هي اسمها، شيرين حسين، عضو بتاع الامانه العدليه في المؤتمر الوطني وفي القطاع السياسي بتاع المؤتمر الوطني، ضمنه دي اسمها وكيله نيابه اسمها شيرين حسين. تخيل انه شيرين حسين دي عضو ولجنه ازاله التمكين في ولايه نهر النيل، الزول الشخصيه دي ذاتها وكيله النيابه دي ذاتها. انا كنت اقول لك الغضاء ده فاسد ومنتهي، الناس بتغالطني انا يعني كل يوم حاسوق بمستندات.
شيرين دي كانت عضو في الغرفة بتاعت الكوان الحزب ذاته، الحزب بتاع المؤتمر الوطني آخر أيامه، كون له غرفة بأنه يتابعوا المظاهرين ويرصدون ويغمعون ويرفضوا أي موظف ولا أي عامل شعروا بأنه فيه الثورية ذاته، بس شعرت بأنك فيه الثورية توالي التقرير وبتمشي الشارع، وكانت يعني بتترصد الناس دي. تخيل جايبينها عضو بتاع إزالة التمكين والكلام ده، ما قلت أنا برضو دي جابت جل التراكوبة يعني كتبته عديد جريدة كويس. بعد ما الثورة تغيرت وجات الملفات، تخيل إنه شيرين دي سلم الحبر ياته ملف الشهيد طارق، الشهيد طارق اللي هو استشهد ده سلمه الملف، وتخيل إنه تغاعست وتطلع بحمد وتدخل بخوجلي، وفي النهاية وقت عصره شالت الديسكت الفو المقطع بتاع اغتياله، الطريقة بتاعت اغتياله البشعة، شالت المقطع طبعا في فلاش الدلع على اساس انه هي مستلمة القضية كلها. تخيل ان الفلاش لقوه مسحت الفلاش وسلمته لهم مفزوع فارغ. لكن يعني دايما ربنا بينصر، يعني اتضح انه عنده نسخة تانية منه، قالوا لهم ما في مشكلة في نسخة، ولو دارين تاني نديكم النسخة، وسلمونا النسخة. دي واحدة من المشاكل بتاعت القضاء بتاعنا، الغضاء قلت لك اللي هو كلهم تابعين، كانوا كلهم اول ما تجي تدخل كقاضي لازم انت طوالي تبلغ معسكر الدفاع الشعبي عشان تبدا الجلالات بتاعت الدفاع الشعبي عشان يغسلوا لك مخك وعشان يغسلوك بالبرد والثلج ويسلموك على تبقى زول قاضي بتشتغل لحكومه اللا انغاز والله وطنيه عشان انجز واوجز. الزول الدايرين بحاكمه، الزول اللي ما دايرينه ما بحاكمه. دي الغضاء بتاعنا، غضاء كله منتهي. عشان كده بقول لك دائما انه الموضوع دائما بيقع في الجانب المنظومات العسكريه والجانب العسكري ده سبب المشاكل كلها، وده ما حيقدموا حاجه يا جماعه، اصلا ما حيقدموا حاجه. الوضع حيمشي اسوء من كده، والغمع حيمشي اسوء من كده، والقتل حيمشي اسوء من كده. ده ما دايرين انه نحن بنسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلدنا، بنسال الله سبحانه وتعالى انه يحمي بلدنا، بنسال الله سبحانه وتعالى انه يعني يرد كيد الخائنين ديل ويرجعهم زي ما جو. لكن الكلام ده ما بالتمني، ما بيخشمي انا، الكلام ده محتاج عمل، الكلام ده محتاج انه الناس تتوحد، الكلام ده الناس تتفق، الكلام ده لازم نرجع لوطنيتنا وسودانيتنا عشان نطلع الخونه ديل. الحكومه دي كلها خاينه يا جماعه، كلها ما فيها زول كويس، لازم تسقط كلها، ولازم الناس اللي بيفتكروا انه شايلين سلاح ديل وعندهم حقوق ديل حقه يجوا بهيكله جديده للجيش السوداني. ما في زول تجيب لي زول عمره 70 سنه ولابس له 300 دبوره، لابس بهنا عقيد وبهنا عميد عشان اوديك وين يا اخي؟ انا اوديك وين؟ انا طوال بوديك الملجا بتاع الناس الكبار، يعني اوديك وين ادخلك الجيش السوداني؟ محمد بن دحلان، بالمناسبه محمد بن دحلان هو واحد من الناس اللي نفذوا الاتفاقيه بتاعت بيع الاراضي بتاعت الفلسطينيين دي للاماراتيين، وده واحد من الناس الخانوا وطنهم وخانوا قضيتهم. ما يخونك انت؟ ده من الناس تخيل المرتبط بحمايته طوالي طالع ونازل معاه ومتصل معاه، وده الدول الوحيده اللي مدينه لحمايته عشان ينفذ اجندته بيه. وكلها اعاده بتاعت سيناريو يعني قديم يا جماعه. لو انتم بتتذكروا نميري وقت انزنق اول ايامه ديك، قام عمل حاجه اسمها الاتحاد التعاوني وفشل الاتحاد التعاوني، وجاء عمر البشير ذاته عمل التعاونيات في الاحياء لو بتتذكروها وفشلت. هسه الليله برهان شغال فيها، ما هو دي حدود امكانياته، يجيبوا لك من وين تاني العقل ده؟ هو بس بيعرف الحاجه السواقه قبل كده، نميري سوا كده عملوها يا اخي، سواء ميل وسواء ايوه، بس ده كلام سمح. تجريب المجرب فشل مغنن حيكون. حسي هو البلد ماشيه في صراعات وفي مشاكل، والناس جاعت والناس ما قادره تعيش، وهو شغال في تعاونيات ما حينجح. تجريب مجرب فاشل، مشروع فاشل يا جماعه. وده ما دي كلها القضايا. حسي اللي ما دي راح تكون في كهرباء، ما حيكون في كهرباء ليه؟ لانه المنظومه بتاعت الكهرباء والوقود والفيرنس والكذب اللي بيقول فيه ابو صلعه ده بيسهرك. حسي امشي خش القضيه بتاع اللي قلت عليك دي، حتعرف انه في النهايه ده كله كذب وده نفاق، وهم منتظرين رحمه الامارات عشان تمدهم ب ب تمدهم ب ب
باخره باخرتين، دي طبيعتهم وما حيتقدموا. الكهرباء دي حتكون شغاله يا جماعه، اقسم بالله العظيم وكتابي الكريم. انا حقول لكم كلام غريب جدا، وانا عاده ما قاعد اقول اسماء، لكن الليله انا مضطر اقول اسم. نحن اولاد حله، انا من يعني في جزء كبير جدا من حل من من حياتي قضيته في ود البنا، في امروف ود البنا. من الناس اللي كانوا شطار، وكنا نحن مرات بنلقى لهم واحد من المهندسين، يعني دائما وقت يكون عندنا امتحان عندنا كده بنمشي نتلمى عشان هو يقوم يشرح لنا الرياضيات. زول خطر جدا في الرياضيات. والشخصية دي قامت توفقت في الحلة ومشت ودخلت في الكهرباء، لأنه هو مهندس كهرباء جامعة الخرطوم، ومن جامعة الخرطوم عمل الماجستير وعمل وممكن أو عمل الدكتوراه تخيله. وهو ما مرتبط بالكيزان ديل، مصوف، رجل مصوف جدا، وأبوه إمام جامع في حلتنا كويس. لكن هو ذاته من الناس الساخطين على الكيزان ديل، وما كان ما كان يعني الكيزان ديل معجب بهم، كان بكرههم، لكن دائما هو ملتزم النوع ماشي على الحيطه، ما قاعد يدخل نفسه في مشاكل. الزول ده اكتسب امكانيات رهيبه جدا، وتعلم تعليم عالي جدا، لدرجه انه ناس الكهرباء ديل ودوه المانيا ودوه كده ودوه كده ودوه دول كثيره جدا، وبقى من الناس الخبرات يعني الخبرات الكبيره. يعني تخيل انه اليومين الفاتوا ديل يجي يشيلوا في كشف الكهرباء دي، جايبين شايلين منها كميه بتاعت ناس، الناس الشالون ديل ما فيهم كوز واحد. كل الناس الشالوها الناس اللي ما عندها قضيه بالكيزان ولا كده. الناس الموجودين حسي في اداره الكهرباء كيزان، الناس الموجودين في لجنه ازاله التمكين، وده فيديو انا اشتغلته قبل سنه الناس ارجع له، برضه كيزان. كلهم بالاسم كده، اديتهم لك بالاسم. الناس اللي جابوهم حتى كان في الوقت ده في عادل علي، وضحناه واللجنه بتاعته دي كلها فاسدين وكلها كيزان. كويس؟ تخيل انه حس الكهرباء وكل المنشآت دي بدل يعني يفضوها من الكيزان، فضوها من الناس الوطنيين وخلوا فيها الكيزان وقعدوا فيها الغحاطة. تمشي كيف؟ ونفس الطريقة الجيش بيرفضوا فيه، كشوفات بتطلع، أي زول مزمر، أي زول زعلان في وجود الدعم السريع، أي زول غاضب من الحياة اللي بيعمل الدعم السريع، هو في النهاية بودوه الشارع. أقسم بالله العظيم، والله العظيم، وحياة الله، تمكين ذاته شكله غريب جدا. يعني النازل بيشيلوا أصابعينهم بتبوظوا بها عينهم، ما كده البلد دي بتنهار. ما هو بعد شوية حتكون الكهرباء قاطعة 24 ساعة، لأنه الناس المؤهلين كلهم ودتونا الشارع. ما دي دي ده تأكيد لأنه فعلا في مشكلة. ما الناس الحسي زي ما أنت، في مشكلة بيني وبينك، في صراع بيني وبينك، وأنا ظلمتك ولا أنت، المهم أنا ظلمتك. وقت يجي واحد قاضي في النص، ما بقوم يقول لك يا أخي أنت طالما الزول ده ظلمك أنت قوم وخذ حقك منه بيدك. ما الثورة دي ما جات قاضية، جات منظومة عدلية عشان تحل الناس. ما ممكن تمسك بعسيرين وشيوعيين عشان يحاسبوا كيزان، بتبقى عملية بتاعت انتقام، زي الزول أديته سكينة وقلت له لسه أنت حقك. حس الكلام لجنة إزالة التمكين دي، بس زول ادوه سكينة وقال له شيل حقك من الناس دي. طيب يعني طيب المفهوم شنو؟ ما كده انت زدت المرارات وزدت الصراعات. يا جماعة الدولة دي، الأمم المتحدة دي قالت السودان بإمكانه انه يطعم مليار مواطن. الأمم المتحدة، ارجع لتقارير الأمم المتحدة، قالت الدولة السودانية دي بإمكانها انها تطعم مليار مواطن. نحن ما قادرين ناكل، نحن المواطن ما قادر ياكل. تخيل انه ده تقرير من الواقع بتاع البلد، من الثروات بتاعت البلد، من الاراضي الزراعيه بتاعت البلد، من الثروات السمكيه، من الثروات الغابيه، من الثروات الحيوانيه، كده كتقرير انه السودان ده يملك بانه يطعم مليار مواطن، ونحن 2 مليون و 3 مليون ما قادر تعيش. قال لي في واحد عينه في الكهرباء اسمه ضوء البيت، هو ده المدير بتاع الكهرباء ذاته، مدير الكهرباء ده اسمه ضوء البيت، هو الغريب الكهرباء قاطع، يعني ضوء البيت كيف يعني؟ انا ما اعرفه قاعد يضوي شنو، والبيت الا يكون بيته هو المضوي، ما خلاص هو عينه عشان بيته يضوي. هسه سايقين البلد قلت لك بنفس الطريقه بتاعتهم، والحرب دي حتكون صعبه جدا، والقبائل بدت والعمد بدت والناس كلها بدت تجهز نفسها، وانا بقول للمواطنين انه الناس تكون جاهزه.
الناس ديل هم حيطاحنوا حيطاحنوا، لكن في النهايه بتتصارع على الافيال وبتندهس النجيله. المواطن ده ما زي النجيله، هو اللي بيتضرر، هو اللي بيتضرر من الحياه. والناس اللي جابون ديل، انت قايل زمان بقول لك بس شيل سلاح ليه؟ لانه ده الكار بتاعه. حسي هي ما خلاص اصبحت دوله منظومه بتاعت ميليشيات. ما في حل بانك انت الا انك انت تحافظ على نفسك وتحمي نفسك وتحمي اسرتك. الوضع ده حيستمر لأسوأ من كده. الحكومه دي متغاعسه تغاعس عديل، والكلام ده حصل في السيسي. انا حكيت لكم المصريين مروا بنفس التجربه دي، مروا بالازمات بتاعت الكهرباء دي. لما مرسي عنده فيديو طلع قال يا جماعه ده استهداف عديل، الناس دي بيقطعوا الكهرباء، الناس دي يعني بيقطعوا الكهرباء عديل بيقصدوها. حس الكلام بتاع قطع الكهرباء والكلام بتاع الازمات والكلام بتاع الدقيق والكلام بتاع المشاكل والتفلتات والعصابات بتاعت النيغروس وعدم وجود الكهرباء وعدم وجود المويه وعدم وجود الادويه وعدم وجود التعليم وعدم وجود اي شيء. ليه؟ لانه دايرينه كده. لانك دايرينك يا اما بتقول عسكريه، قول عسكريه، قول عسكريه في الكواليك، قول ما هو ده اتصل، قولوا عسكريه. ما هي نفس بس بدل ما يطلع فيك بالبوت بيجوع فيك، بدل ما يطلع فيك بالبوت بيجوع فيك. الحكومه دي بتجوع فيك، كلها بتجوع فيك. بيه حمدوك، حمدوك متغاعس. الصراع بتاع المحفظه ده عارفه حمدوك، وعارفه داخله فيه هبه كعكات، عارفينه، عارفين الجنيد، عارفين الفاخر، عارفين هشام الصوبات، عارفين انه السلام ده حيضيع البلد دي، لكن المسدسات مخطوطه في راسه. ما بيقدروا، ديل عملاء ذاتهم، ما تسمع الكلام ده. ما في ما في ما في اتفاقيه بتاعت سلام دخلت جيوش داخل العاصمه بسلاح الا اتفاقيتهم دي. ما في. اتحداك تجيب لي اتفاقيه. زول يا اخي انت زول كنت اصلا عندك صراع معانا وعندك موت معانا وعندك قتل معانا. تقوم تجي تدخلوك العاصمة القومية؟ نفرض انك انت مريض يا اخي، ما انت قاعد في جبل، ما انت قاعد في 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 جبال يعني. نفرض انك عندك حالة نفسية، تقتل المواطن، تقتل الشعب؟ وما هو ده بيوريك انه برهان ده خاين. يعني انت النازل وقت تصم السوق طوالي تودينا المعسكرات دي ليه؟ بعد اسبوعين ثلاثة تقول حنحولوا المعسكرات، وليه لغاية تحس دي قاعدة في كوبر جمعة حليمة وسعادية؟ وبعد شوية كل الناس ما الموضوع بقى شرعنا يا جماعة. ما قلت لك الناس اللي ساقوا البلد دي للدولة بتاعت ميليشيات. وما في أسرع من إنك أنت تحمل سلاح، أسرع قروش وأسرع مناصب وأسرع ميزات وأسرع مواصفات وأسرع ثروات إنك أنت تحمل سلاح. الوقت اللي بتحمل فيه سلاح ده خلاص أنت بعد ده خلاص أنت أمورك ظبطت. سايقينك للموضوع ده، ما في مشكلة. وكل ما انتوا بقت كمية كبيرة جدا وحملت السلاح، هو برضو ما بيختلف معاه. ما طالما انت حملت السلاح بقيت زميل. انت قايل حميتي ده برحب بالحركات المسلحة وبرحب بالناس الشايلين سلاح. ليه؟ لأنه ده زملاء بتاع المهنة، متفلتين، قتلة، مغتصبين، متفقين. ما بيتفق معاك انت، ما بيتفق. زول بيفكر بعقله ده ما حيتفق معه. زول زي المواطن ده ما حيتفق معه. دار تتفق مع حميتي امشي شيل سلاح، دار تتفق مع برهان امشي شيل لك سلاح، كده ممكن يتفق معك، لكن غير كده ما حيتفقوا معك. وحيبهدلوا البلد دي وحيدمروها، ماشيين لانه يبهدلوها ويدمروها. الصراعات اللي بتحصل كلها بعد شويه الحركات المسلحه ذاتها حتنشبك مع بعض، وحيفكوا لك ذخيره فوق، وحيموت المواطن وهم ما بتجيهم حاجه. زي الموضوع بتاع جهاز الامن والفقاعه بتاعت غرفه العمليات دي. طيب يا جماعه، اتفاقيه السلام دي يا جماعه انا ما شبعت منها طبعا، لكن دائما اتفاقيه السلام دي يعني بتذكرني انه الحرب العالميه الاولى لو الناس قرت عنها، يعني ما حيكونوا بسيطين، ممكن يكونوا حاضرين ولا ما موجودين. الحرب العالميه الاولى دي ما قامت في واحد من الصربي كده قتل ولي العهد بتاع النمسا، والبلد والعالم ده التهب، اللي هو نمسا طوالي دخلت بهنا، تكونت مجموعات بين روسيا وبريطانيا وصربيا وبهناك بلغاريا والمانيا والمجر ومعاونة الدولة العثمانية. دي الحرب الأولى وانتهت. الحرب الثانية دي كانت حرب طحنة جدا جدا، اللي هي جات بعد الحرب الاولى. قاموا عملوا اتفاقيه بتاعت فرساي اللي هي اتعملت في باريس هنا،
الاتفاقية بتاعت فرساي دي كانت اتفاقية مجحفة جدا بالنسبة للألمان، وكانت في إنه الألمان تدفع كل التكاليف بتاعت الحرب كلها، لأنها كانت طبعا اتهزمت، لأنه كانت الحرب ماشية بوتيرة واحدة. لكن قاموا اللي هم ضربوا سفينة أمريكية، سفينة بتاعت مواطنين أو ركاب أمريكان، فأمريكا دخلت مع فرنسا ومع بريطانيا ومع صربيا ومع روسيا، وكانت طبعا بعد دخلها سينو ودي تكونت الحلفة، وطبعا اتهزموا ناس ألمانيا وبلغاريا والمجر والدولة العثمانية كلها، اتهزموا هزيمة بشعة جدا جدا، وقامت عملت لهم محاكم كانت على 1919، وكانت الاتفاقية بتاعت فرساي ذاتها في 1919. شوف الكلام ده، الاتفاقية بتاعت فرساي دي كانت مجحفة جدا، وظلمت الألمان ده ظلم شديد جدا جدا، ودمرت ألمانيا بالمجاعة، وحصل فيها مجاعة وحصلت فيها فوضى وحصلت فيها نفس المشاكل. لكن قامت الاتفاقية دي أول ما ظهر أودلف هتلر، اللي هو أودلف هتلر ده أول ما يستلم طبعا كان عنده مرارات، المرارات بتاعت الاتفاقية انتهكت بلده وضيعت بلده وجوعت بلده دي. وتعال شوف، بدأ من بولندا، دق الدول دي كلها، دق فرنسا دي 1940 دخل باريس ذاتها، ودق لك كده وقبل على الروس ديل، دق لك الروس دق الجن، واستلم كده لما وصل ايطاليا، ده هتلر. والايطاليين كانوا طبعا اشتغلوا في افريقيا، واليابان قامت من هناك ضربت لك امريكا دي ضرب شديد جدا، وضربت المواني بتاعتها زي هاربور، مواني كثيره جدا. لكن اللي هو هيروشيما والانزاجي والحاجات اللي استعملت الامريكان، طبعا استعملوا فيها القنبله النوويه دي، وقاموا ضربوا الثلاثه مدن دي ودمروا لك اليابان، واليابان قامت سلمت في النهايه. والالمان طبعا اسمه شو ده، الالمان طبعا اتهزموا في ستالينجراد، وماتوا فيه ناس كثيرين جدا، وهتلر ذاته طبعا اعدم نفسه، ما لقوه لغايه حسي، يعني لا عارفين انه قتل نفسه بطمانجه ولا بسملجو. طبعا القضيه بتاعت انا حكيت لك ليه؟ لانه هتلر ذاته وقت المانيا جات هاجمت الدول دي كلها وغزت العالم، ما كانت غزتها عن فراغ، غزتها بنفس الكلام اللي بيعملوا فيه حسي الناس ديل، شعرت بالظلم والغبينه بتاعت الفرنسيين ديل، والاتفاقيه بتاعت فرساي المجحفه دي، والظلم اللي كان وقع على المانيا. فده كله قام جمعه هتلر وقام وجهه للشعب، والشعب كله انتفض ضد العالم كله، كان ممكن يستولي على العالم كله، ده كله مبني على غبين، على اتفاقيه زي الاتفاقيه بتاعت الحسي عملوها ناس محمد حمدان دقلو وكباشي ومني اركمناوي ودكتور جبريل، نفس الغبينه دي. اذا كانوا ديل ذاتهم الحسي بيجوا ديل التشاديين والكميات العسكريه الجايه دي، بعدين الحلو وقت يجوا يعملوا له شنو؟ وقت يجي عبد الواحد يعملوا له شنو؟ اذا كان ديل المجموعات الحسي دي جايه دي كلها دي بتاعت مني الكومناوي اللي ما عنده زول، وبتاعت الدكتور جبريل اللي ما عنده ناس، دي بتاعت ناس مجموعه بتاعت التشاديين، كويس؟ وقت يجي الحلو وعبد الواحد هيحصل شنو يعني؟ ما دي مشكلة يعني، أنا بوريك إنه الوضع بقى صعب جدا، نحن ما عندنا حل غير إنه نحن نمشي للخطوة اللي بعدها، تكن أو لا تكن، تعيش أو لا تعيش، اتفاقية مجحفة ظالمة نحن ما مؤمنين بها، مجموعة بتاعت ميليشيات داخل العاصمة القومية هتولع البلد دي وتلتهب، جيش خصم ما قادر يحافظ على مواطنه وما قادر يحمي مواطنه قدام القيادة العامة بتاعته، وميليشيات قاتلة مغتصبة سارقة شغالة ارتزاق في اليمن، شغالة ارتزاق في ليبيا، دي المعطيات بتاعت الدولة بتاعتك، دي معطيات بتاعت الدولة حسي حاليا، مجموعة بتاعت تكنوقراط موهومة ما عارفة انها بتغوط في شنو. واحد من التكنوقراط اللي جابوه اسمه حمدوك، هو ذاته اصبح دعم سريع، هو ذاته حمدوك بيجي جنجوي. والله بيجي جنجوي، اقسم بالله حمدوك ده جنجوي، ما هو جنجوي ده مش مع فكر، مع سلوك، نحن ما بنقول الكوست سلوك، حس الزول ده ما هو شغال عارف انه الوضع ده
يعني لو قاموا، لو اي رئيس وزراء نزل لقى مجموعه من العساكر والمرتزقه داخل العاصمه القوميه، حقه طوالي وجه الجيش بانه نازل كلهم يطلعوا برا العاصمه القوميه. ما هو انا داير اوريك بانه نحن كلامنا مسموع، لكن كلامنا ده ما كلام بتاع انه نحن بنقدمه عشان انت تقعد تقول يا اخي حيتنفس. الكلام ده ما لو لاحظته البرهان رد علينا في وقت تكلمنا معه المره اللي فاتت بانه هو مؤمن بانه الجيش يطلع برا. لا ما يطلع برا بخشمك، يطلع طوالي، كلهم يطلعوا طوالي من الان. 6 ابريل ما دارين جيش داخل العاصمه القوميه يا جماعه، 6 ابريل ما دارين ميليشيات داخل بتاع دعم سريع داخل العاصمه القوميه، 6 ابريل ما دارين دفاع شعبي، 6 ابريل ما دارين جيش سوداني، ما دارين اي زول لابس، ما دارين غير الشرطه داخل العاصمه القوميه. 6 ابريل العاصمه محرره لغايه 11 ابريل. يا اما البلد دي تنصلع وتطلع منها الميليشيات دي كلها، وتطلع يطلع منها الجيش اللي الكل ما يحصل انقلاب بوراه الجيش، الكل ما تتغوط ديمقراطيه داخل الوطن بوراه الجيش، الكل ما تحصل مصيبه داخل الوطن وراه الجيش، لازم يتحلى جهاز الامن، الكل ما تحصل مصيبه في الوطن وراه جهاز الامن، الكل ما تحصل معضله في الوطن وراه جهاز الامن، الكل ما يموت مواطن وراه جهاز الامن، لازم جهاز الامن يتحلى. الشرطه المتغاعسه، الشرطة اللي بتتفرج دي لازم تنساغ من جديد، ولازم يتعدلوا القيادات بتاعتها. 6 ابريل دي لازم تكون في قرارات حاسمة عشان الناس تعرف حقها، عشان يعرفوا انه المبادئ الفوق الدستور دي، في حاجة اسمها مبادئ فوق الدستور، هي الانسانية بتاعت المواطن، وانسانية المواطن السوداني في الدولة السودانية، وكرامة المواطن السوداني، مبدأ فوق الدستور، اعلى من الدستور. المواطنة بتاعتي حقوقي واجبات لازم تكون اعلى من الدستور، الحريه بتاعتي لازم تكون اعلى من الدستور. يا جماعه الناس دي لازم يعرفوا بانه نحن ما حنتغاعس، والناس ما حتصبر، الناس حتدافع عن نفسها، الناس حتدافع عن نفسها، لانه انت ما يعني ما حتجي تغتصب وطن بصوره زي دي، بصوره سافره. حندافع، لكن ما حندافع بطريقتكم انتوا، ما حندافع بطريقتكم انتوا، ما حندافع بالسلاح، حندافع براسنا ده، حندافع بالراس الجاب الثوره، حندافع بالسلميه بتحرجكم قدام العالم، حندافع بتتريسنا للعاصمه القوميه وبتكفيله، حندافع بانه حنخلي لكم العاصمه دي اضيق من خرم ابره. يا اما الجيش او الناس الثوار داخل الجيش، الناس الاشاوس في الصفوف الخلفيه دي يتحركوا يدعموا المواطن، ولا المواطن يقاتل ولا يستعبد، يبقى في النهايه معبود لدعم السريع، معبود لدولة التشاد، معبود للعملة بتاعين الإمارات، معبود للعملة بتاعين السعودية، معبود للعقالات، معبود للمنظومات الفاسدة الغاتلة الساحلة، ومنتظرين البلد كل يوم يسرقوها وينهبوها، والمواطن جعان وعطشان وكهربته قاطعة، وما عنده بتاع مواصلات، وما عنده بتاع علاج، وما عنده كل شيء، وما عنده أمل في حياة سعيدة. يا إما الناس تؤمن بأنه الوضع فعلا بقى صعب يا جماعة، الناس من حس تكتب بأنه يا جماعة 6 أبريل دي العاصمة القومية مدينة بلا سلاح. واحد، قرار هيكلة الجيش وحل الدعم السريع، لأنه يا جماعة برهان ما تسمعوا الكلام بتاع الميليشيات ده كلام مهم يا جماعة، ما تسمعوا ليه إنه هو بيتكلم عن الميليشيات دمج الميليشيات، لكن ما بيقدر يتكلم عن الدعم السريع يا جماعة. أصلاً ما ذكر الدعم السريع اتحداك، لأنه هو لو وقت يقول ديك بيقول ميليشيات، لكن هو ما بيقبل إنه يقول الدعم السريع ميليشيات. الكلام اللي بيقوله ده بيتكلم عن دعم الميليشيات الثانية اللي هي المتفلتة دي، ناس حليمة مش الغنية بتاعت حليمة دي، شفتوا دي بيتكلم عنها برهان، لكن يستحيل إنه يتكلم عن الدعم السريع. ونحن مشكلتنا الدعم السريع، ونحن مشكلتنا إذا ما تحل الدعم السريع ده قبل الميليشيات، وقبل هيكلة الجيش، وقبل سياقة الشرطة، وقبل حد جهاز الأمن، لازم الناس التشادين دين لازم في النهاية نازل يسلموا، ولازم يتحل الدعم السريع ده قبل أو رضا. يا إما يتحل الدعم السريع ولا على الوطن السلام، والله العظيم يتحل الدعم السريع وتهيكل الجيش وتحل جهاز الأمن وتنساغ الشرطة، عشان بعدها نجي للخطوة اللي بعدها بتاعت إنك أنت تصلح القضاء. الغضاء ما بتقدر تصلحه طالما في البرهان، الغضاء ما بتقدر تصلحه طالما فيه نعمات، الغضاء ما بتقدر تصلحه طالما فيه الحبر، الغضاء ما بتقدر تصلحه طالما فيه حميتي، الغضاء ما بتقدر تصلحه طالما فيه كباشي، دي أسماء ما بتخليك تصلح. دي للناس اللي بيهربوا،
وديل الناس اللي طلعوا كوتاي وديل الناس اللي بيطلعوا كل الرزغيه والقتله ديل، ديل هم منظومه واحده، كيزان ما طلعوا منها، ديل الكيزان بصوره ثانيه. 6 ابريل دي عاصمه، الخرطوم عاصمه بلا سلاح. 6 ابريل دي قرارات حل الميليشيات بتاعت الدعم السريع، 6 ابريل دي قرارات حل جهاز الامن، 6 ابريل دي قرارات صياغه الشرطه، 6 ابريل دي هيكله الجيش السوداني، 6 ابريل دي اصلاح القضاء، 6 ابريل دي تغيير العمله اللي بخاف منه، اللي بخاف منه الدكتور جبريل يتكلم عنه، 6 ابريل دي دوله محرره، دوله سودانيه عندها سياده، ولا نكون كده ولا نفقد كل شيء. ما في حرب قادمه، منو اللي بيحارب؟ ما تسمع حرب قادمه يا جماعه. يعني نحن حربنا يا جماعة ما عندنا صلة بالناس ديل، ما عندنا صلة بالسلاح، ما عندنا صلة بالبومبان، ما عندنا صلة بالرشاش، ما عندنا صلة بالمدفع. قضيتنا واحدة، إرادتنا، الإرادة اللي غيرت عمر البشير نفس الإرادة اللي ممكن تعيد لنا الوطن وتنزع الأدوات دي. نحن حسي ما في تحت مظلة الأدوات بتاعت عمر البشير. انت قال عمر البشير ده ما خلفه، ما هو خلف برهان ده، برهان ده ما هو جاي من وين يعني؟ جاي من سلاح الموسيقى، ما جاي من الجيش السوداني وتابع لعمر البشير. حميتي ده خلفه منه؟ ما عمر البشير ذاته يعني جابه منه، يعني جاب راو سقط من السماء، ما هو جابه عمر البشير لانه عارفه انه ما عنده نوازع اخلاقيه وما عنده نوازع دينيه وما عنده كل شيء. يعني حميتي ده عارفه زول حيوان ساي زيه وزي القرد اللي قلت لكم، زول ما عنده عقل، زول ما جاهل، زول جاهل، زول امي، زول قاتل، زول مغتصب، زول سارق، عنده كل اللي هناك وعنده الادوات بتاعته برضه. حميتي الحس العصابات المتفلته دي والتشادين ده جايبون لك من وين؟ دي بلد الناس كلها جاريه، البلد دي الاستقطاب بقى هناك، العربات ارفع يا زول، لحق حميتي 3000 4000 اكثر من 1000 شخص بيجوا داخلين. بعد ايام معدودات حتلقى انه العاصمه دي مكتظه، بعد شويه لو قامت طلقه ممكن يكونوا اكثر مننا، لانه هم خلاص بدل يقاتلوا ضد الضبي، بدل يقاتلوا في قضايا ثانيه، عندهم موضوع جاهز، الكيكه قاعده قدامهم، الكيكه دي اقسم بالله العظيم لدرجه انه الناس اللي بيتكلموا في الفيديوهات كلها وما عندهم اي صله بالحركات المسلحه ولا كده، تشادين بيور بيتكلم والله هنا ضابط بس، والله غير ضابط بس، ما داري بس ضابط جاي من هناك حيكونوا ضباط. تخيل انه الفيديوهات الشغاله واللي بيفضح فيهم منه اولاد اهلهم، اولاد الغريب ذاتهم، ما فيهم ناس اشاوس ميامين، فيهم ناس مترسين صح وناس مربيين صح وعارفين انه الدوله دي شنو وعارفين مفاهيمنا شنو وعارفين انه العداله دي حتمشي كيف وعارفين حميتي ده انه هو ذو العنصري بيبني كلها مفاهيمه كلها مبنيه على البني عامر، مبنيه على الحوازمه، مبنيه على قبائل معينه، مبنيه على قبائل معينه الناس كلها عارفاها. مشى كادوغلي لما الحوازمه، مشى لما اللي هم بتاع انكسل ديل البني عامر، مشى جبه هنا لما اللي هو الهواوير، جبه هنا بيلم في القبائل العربيه بس، وبعد شويه حيحرقون. هو بيحرق، ما انا كلمتك مع حميدتي بيحرق، انت قايل وقت قلت لك بيحرق كنت بكذب؟ انت بتفتكر انه انا يعني بضحك عليك؟ اقسم بالله العظيم حميدتي ده بيحرق البلد دي، بيحرقها لانه ده فهمه، ما حاجه جابه من برا يعني، ما حاجة غريبة عليه ذاته، كونه انه يقتل ولا يغتصب ولا يحرق ولا كده، دي ما حاجة غريبة عليه، دي حاجة هي موروثة بالنسبة له، هو واخوانه واهله، يتعودوا على المسار ده. أنا يعني ما بقولهم كلهم، في ناس والله منهم ناس كويسين وبيتصلوا بينا، وبيتكلموا معانا ناس من الأشاوس الميامين. السودان التشادي، أصبح السودان التشادي. الله استغفر الله العظيم. يا جماعه شيروا الفيديو ده، شيروا الفيديو ده، وكيف انام عن سادات قومي، انا من فضل نعمتهم ربيت وان دارت بهم خيل العادي، ونادوني اجبت متى دعيت، بسيف حده يزي المنايا ورمح صدره الحتف المميت، خلقت من الحديد اشد باسا وقد بلي الحديد وما بليت. سنستمر يا جماعه وسننتصر يا جماعه. تتريس 6 ابريل دي مترس العاصمه، 6 ابريل دي العاصمه مغلقه، خرطوم ومدرمان بحري لغايه يوم 6، لغايه يوم 11، لغايه ما سقط البشير السفاح البشير. نحن دايرين نترسها لغايه الزمن ده من 5، مطالبنا حددناها يوم 6، يوم 6 و6 و7 و8 و9 و10 و11، حل الدعم السريع يوم 6،
يوم 7 شنو؟ حلقها زلم. يوم 8 هيكلة الجيش السوداني. يوم 9 صياغة الشرطة. يوم 10 قلنا شنو؟ إصلاح الغطاء. يوم 11 بعد هم يمشيوا. لكن الخمسة أيام دي لازم نحن يكون عندنا فيها مطالب واضحة، فيها هيكلة الجيش السوداني وحل الدعم السريع وصياغة الشرطة وحل جهاز الأمن. دي قضايا لازم تتعمل عشان نبني سودان جديد. وعشان تاني ما في زول بيجي يتليب ليك يا جماعة. الجيش ده ما في حاجة بتقعده داخل العاصمة. نحن من كورك لنا 300 سنة. الجيش السوداني ده بيركب الواحد بيركب دبابته 10 دقائق بيلقى نفسه في القصر الجمهوري. ما في حاجة بتقعد الجيش السوداني داخل العاصمة. ما في حاجة بتدخل الميليشيات داخل العاصمة، لأنه دي منطقة القرار. لأنه دي منطقة القرار. أمشي فتش في أي فجة، في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في أي دولة، أي دولة، الجيش ده عمره بيكون جنب القصر الجمهوري ولا عنده صلة بالقصر الجمهوري. الجيش ده عنده حاجات معينة. ما الناس ما يخدعوكم. البلد دي الناس دي سايقيننا لانها تلتهب، حتلتهب والله. نحن لازم نكون فعلا واعين. قصتي انك تطبل لحمدوك ده، انت بيوم من الايام حتندم على انك انت واحد من الناس اللي ضيعت الوطن. والله لو طبلت للحكومه دي اقسم بالله العظيم يوم من الايام تجي تندم على كل لحظه طبلت فيها. لان دي ده ما موضوع بتاع عرس ولا موضوع بتاع حب ولا موضوع بتاع طلاق ولا موضوع، ده موضوع بتاع وطن. 40 مليون مواطن يا جماعه، 40 مليون مواطن ممكن يتهجروا، 40 مليون مواطن ممكن يغتصبوا، 40 مليون مواطن ممكن يفقدوا أرض زي فلسطين اللي انت بتتكلم عنها وما دار تقف في قضيتها دي، هتبقى زيها. 40 مليون مواطن يا جماعه ممكن يجوعوا ويعطشوا ويتهجروا برا البلد. جماعه دي فرص ربنا بيدينا لها اذا ما توحدنا كلنا، واذا ما امننا بانه الوضع ده ما كويس والوضع ده ماشي لانفجار. والحاجة اللي بيعمل فيها الدعم السريع والجيش السوداني لازم نقف فيها تيتك. خلونا من حمدوك وخلونا من عمبلوك وخلونا من أي زول، نمشي في قضيتنا الأصلية بتاعتنا. مطالب الثورة يا جماعة، مطالب الثورة دينا لو نحن سكينا ونسينا كل النازل أقسم بالله العظيم بنعبر. ما عبور حمدوك يا جماعة، عبور حمدوك ده وهمة. العبور الحقيقي في المطالب بتاعت الثورة، في انك انت تامن انه الجيش السوداني ما يتلب على الحكومه دي، في انك انت تامن بانه الشرطه دي ما تتغاعس، بانك انت تامن جهاز الامن ده ما يبطش بيك، بانك انت تامن انه الميليشيات بتاعت الدعم السريع دي ما تغتصبك. دي القضايا الاصليه ودي القضايا الحق ونقف فيها تيتك ونقف فيها قنا. تحياتي لكم يا اخي.